المركب عن الأهلي الإماراتي الذي يعلم تماماً أن نادي الأهلي السعودي إذا ما سجل هدف في هذه الأوقات فالرغبة ستكون أكبر في قادم الدقائق من هذا اللقاء. لدينا خطأ، خطأ موجود في الكرة الماضية، خطأ موجود في الكرة الماضية لمصلحة الأهلي الإماراتي. تدخل كان حاضر في الكرة الماضية على عبد العزيز الصنقور، تدخل كان حاضر من وليد بخشوين في الكرة الأخيرة، وبالتالي خطأ يصفر حكم اللقاء في هذه اللحظات لمصلحة نادي الأهلي الإماراتي في هذه اللحظات. خطأ سينفذ، كرة ستلعب لمصلحة الأهلي الإماراتي في هذه اللحظات. خطأ سينفذ للأهلي الإماراتي، كرة ترسل عالية داخل منطقة الجزاء، لكن حارس المرمى يتدخل، خطيرة، جول جول! الفرسان يسجلون الهدف الأول في هذه اللحظات. خطأ من ياسلم سليم في التدخل في الكرة الأخيرة، ولكن ما بعد الخطأ آت العقاب وآتت الفرحة لجماهير الفرسان، لجماهير الأهلي الإماراتي في هذه اللحظات بهدف الأسبقية، بهدف التقدم في هذه الأثناء، بهذه الصورة. سوء التفاهم كان موجود بين ياسلم سليم وزميله في خط الدفاع، لكن بعد ذلك وصلت الكرة فأتت التسديدة فسجل الهدف الأول للأهلي الإماراتي. الآن الأهلي الإماراتي هدف، الأهلي السعودي رشيد شاهد الكرة، خطأ كان وسوء تفاهم بين حارس المرمى الحارس ياسلم سليم وكذلك سعد عبد الأمير في الكرة الماضية، بينما هنا من يسعد هو ماجد ناصر حارس مرمى الأهلي الإماراتي وكذلك الجماهير الأهلاوية. كرة منقولة في وسط الملعب مرة أخرى لمصلحة الأهلي الإماراتي، عودة للخلف من جديد، تمريرة حاضرة، عبد العزيز صنقور عند الكرة، إيفيرتو ريبيرو، عودة للخلف من جديد، ضغط عالي، افتكاك هذه الكرة، إيفيرتون ريبيرو في وسط الميدان، حبيب الفردان يضغط، لكن لدينا هنا وليد بخشوين عند الكرة لمصلحة الأهلي السعودي، تقدم في وسط الميدان، وصلت هذه الكرة من الجهة اليسرى، محاولة مستمرة للأهلي السعودي، تلاقى بعد ذلك التمريرة خطيرة، سجل في هذه اللحظات. عبد الفتاح السيري انسلم بين المدافعين وتمركز بصورة مثالية، وصلت إليه هذه الكرة فأتت التسديدة القوية، تمريرة ممتازة من شيفو، تمريرة ممتازة من محمد عبد الشافي، وبعد ذلك أتى التقدم فأتت التسديدة، فأتى الهدف الأول، فأتت الفرحة، فردت الفعل الواضحة، فالصورة للجماهير الأهلاوية بالسعادة لهدف أول يسجل الأهلي السعودي في هذه اللحظات. هدف لهدف، هدف لهدف، أصبحت النتيجة الآن، وهنا خط النار تحرك، هنا جماهير الأهلي